أيام بتفصلنا عن حفل ملكة جمال الكون 71، مسابقة جمالية لبنان ممثل فيها من خلال مشاركة ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينة زيتون بهالحدث اللي يقام بنيو أورليانز الأمريكية. وحظوظ ياسمينة بالربح بتزيد من خلال تصويتكن اللي بيساعد على إيصالها لعرش الجمال الكوني. ولكن كيف بتتم عملية التصويت؟ من خلال خيارين، إما عبر تنزيل تطبيق ميس يونيفيرس أو عبر زيارة موقع missuniverse.com/delegates. وبالحالتين روحوا على صورة ياسمينة، اختاروا النجمة تحت صورتها، بتظهر على الشاشة صفحة التصويت. أول تصويت رح يكون مجاني على التطبيق. وإذا حبيتوا تعطوا ملكة جمال لبنان جرعة دعم أكبر، فيكن تختاروا الباقة اللي بتناسبكن، من 3 أصوات بسعر دولار وصولاً لألف صوت بنحو 200 دولار. وما تنسوا تعملوا شير للينك التصويت لمعارفكن، إن كان عبر واتساب، فيسبوك أو تويتر، تهني كمان يصوتوا لدعم الملكة. The winner of the $1 million and the star of the headline show in Las Vegas is... اللبنانية المقيمين والمغتربين، مثل ما وقفوا إلى جانب فرقة مياس ومنتخب الأرز بكرة السلة، وبكتير من المحطات أثبتوا أنهم قادرين يتوحدوا كرمال لبنان. واليوم كمان ياسمينة زيتون بحاجة لأصواتكن بلبنان وبالاغتراب كمان، دا ينضم فوزة لهالإنجازات. الأجواء والعانة خلال التدريبات المتواصلة اللي عم تخضع للملكات المشاركات من أكثر من 85 بلد، بالوقت اللي بلش فيه العد العكسي لأضخم حفل جمالي تنقله الـ LBCI مباشرة على الهواء الساعة 8 مساء السبت 14 كانون الثاني بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، ويلي بيصادف الساعة 3 فجر الأحد 15 كانون الثاني بتوقيت لبنان. ياسمينة زيتون، حلم ممكن يتحقق بأصواتكن القادرة تعمل فرق. صوته لياسمينة، صوته لبنان.